التنزاني وشبيبة الثورة الجزائري، بالإضافة للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أنه بيؤدي الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي تمرينه عصر يوم الاثنين على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، تقام يوم الخميس الجاي إن شاء الله على استاد برج العرب والمؤجلة من الأسبوع 11 في بطولة الدوري العام. وطبعا الفريق بدأ استعداداته امبارح بعد عمل تدريبات في فندق الإقامة في ولاية بشار بعد مباراة شبيبة الثورة، وطلب الأرجواني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق من اللعيبة إن هم يركزوا في بطولة الدوري العام عشان يقدروا يكملوا مسيرة الفريق ويرجعوا للتواجد في المكان المفضل للنادي الأهلي في البطولة. كمان بوابة الأهرام قالت أن محمد يوسف